الو، ناخذ اتصال. الو 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 امونه، صباح الخير. صباح النور. كيف لاباس عليك؟ كل شيء بخير كديره. لا بس الحمد لله، يبارك فيك. مرحبا بك. عندي وصل العنق اللي السيدات اللي عندهم العنق ديالهم كحل. نعم، اللي كي داك السويدات ديال العنق اللي كيجي باستعمال الاكسسوارات اللي هي هذه وصفه غزاليه فيديو، كنتمنى نجربها. عندي جوج وصفات، غنعطيك دابا وصفه وصفه ان شاء الله حتى الغدا ان شاء الله. تواصلي معنا شويه بكري، وصلنا للفقره لنهايه الفقرات ديالنا. ايوا غير كنقول. نعم تفضلي. بالنسبه لهذا الودعه والودعة تكون مزيانة، ديك اللي كتخوي على الحمض وكتولي كتذوب، ماشي الأخرى. نعم. إيوا الحرام كي اللي كيداعها مزورة. نعم. ياك، ونخلصوها مع الحمص، يعني معلقة الحمص ومعلقة من الودعة، وكنضيفو على الحامض، وكنوضعها على العنق لمدة 25 دقيقة. نعم. ديك الساعات كتبدا النتيجة بالدواء، يتبعوها وراه غتكون النتيجة إن شاء الله زوينة. إن شاء الله، شكرا ليك أمونة. أنا نعطيهم وصفة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله غدا، وعاودي لنا هذه الوصفة غدا إن شاء الله أمونة. شكرا.